انا بنتي مسافره بره، ويا دكتور هتفهمني، البروسيلا طلعت 320، واحد على 320، والتانية طلعت واحد على 320 برضو. الابورتس حللتها فين يا استناهد؟ في القاهرة. تمام. في المعمل اللي جنب الدكتور فيلة الدكتور مرتضى منصور. يعني البروسيلا موجبة. طيب، والتيفود او طلع واحد على 320. كويس. والاتش طلع واحد على 720. لا، ما فيش 720 بقى، 640. هما بقى المعمل مطلعوا 720 اتش. طيب، يعني انت عندها دلوقتي تحليل البروسيلا ايجابي وتحليل التيفود ايجابي. والبرا تيفود اللي هو اتش بيبقى واحد على 40. تمام. بصي يا حضرتك، ايوه، هي بنتك سافرت فين حضرتك؟ انا الفركوكه. حضرتك عرفتني مين على الفركوكه؟ ايوه يا فندم، بنتك سافرت فين؟ انا راح امريكا. ايه؟ راحت امريكا. هتروح امريكا. هتروح امتى؟ يوم السبت. ما هو ده اللي سبب ان الاتصال. طب ما لازم كنت تجيبي لي التحاليل دي. دي زبونه عند حضرتك اصلا؟ اللي جيت في البتاع، بس احنا مش عارفين نيجي في اليوم امبارح. لا، ما دي لازم تبدا العلاج فورا علشان ما تروحش امريكا وعندها البروسيلا تعاليها كده. حاضر يا ست الكل، كلميني بعد الهوا. سلامتك يا مدام ناهد. يعني الفركوكه دي انا بحب والله البرنامج، انا تحس ان انت قاعد في الليفنج روم، يعني الناس بتتصل بحضرتك. يعني هي جابت لي بنتها وعندها الام عضليه وسخونيه بسيطه كده بتروح وتيجي، فانا استشفيت انها ممكن تكون بروسيلا. البروسيلا حمى الملطيه، بتعمل الام متفرقه في الجسم. وللاسف لما ما تتشخصش من الاول صح وما تاخدش العلاج صح، تمام، بتبقى مزمنه. فهي عايزه تبلغني النتيجه اللي انا طلبتها بقى لازم تتجاب. لان لازم ابص على بارامترز ثانيه في التحاليل. عشان دي هتاخد علاج لا يقل عن 3 شهور. البروسيلا كلميها يا مدام ناهد، كلمي ربنا. البروسيلا ميكروب بكتيري. سيبنا بقى من الفيروسات. تمام. بيجي من الألبان والأجبان اللي مش نقية قوي، يعني العدوى بتاعته عن طريق اللبن والبيض الملوث والجبن الملوث. عشان كده دايما بنغسل البيض قبل ما نحطه في التلاجة. وبتنزل في الجسم، بتعمل آلام عضلية وآلام في العمود الفقري، وساعات يبقى معاها أنيميا، وساعات يبقى معاها تضخم في الطحال. حسب الدرجة بتاعتها اللي بنلاقيها بنقرر علاجها. واحيانا ما بنديهاش حاجه خالص، بنسيبها للمتابعه. عشان كده بقول لها لازم اشوف بقيه الفحوصات عامله ايه. في نوعين منها، في حاجه اسمها الابورتس والميليتينسيس. الابورتس دي بتيجي من الحيوانات، عشان كده بيصاب بيها الجزارين اكتر، وبيصاب بيها الناس اللي بيشتغلوا في المذابح او الاطباء البيطريين. تمام. فهي للاسف عايزه تسافر امريكا يوم السبت. طب ما لازم نشوفها، لان دي لو راحت امريكا وريت لهم التحليل ده هيحصل لهم فزعه شويه. ليه بقى؟ هم بيخافوا من الامراض المعديه. هو ده مرض معدي؟ البروسيلا طبعا من الامراض اللي زي التيفويد بالظبط. هي عدويته عن طريق اكل وشرب. عن يعني. طريق ايوه. هي هتعدي اللي حواليها عن طريق ايه؟ هي مش هتعدي حد خلاص، بس انا قصدي يعني لو شافوا ان هي واخده انتي بايوتكس بالمنظر اللي هنكتبه ده يتخضوا. هم بيتخضوا عموما. يا رب سلمك.